لو عاوز قرض تشتري بيه عربية زيرو أو مستعملة، ولو أنت موظف قطاع خاص ومحتاج قرض ومش معاك أي ضمانات غير مرتبك، ما تقلقش هنقول لك إزاي وإيه أفضل بنوك تديك قروض السيارات والقروض الشخصية للقطاع الخاص. خليك معانا وهتعرف التفاصيل. بانكير نبض البنوك. بنك الإسكندرية من أهم البنوك اللي بيقدم مجموعة متنوعة من برامج التمويل، من بينها قرض السيارة بضمان الوظيفة وكمان بدون مقدم وبتقسيط يصل لـ8 سنين، يعني فرصة مش هتلاقيها كتير في البنوك كأنك بتشتري سيارة ببلاش. وبخصوص تفاصيل قرض السيارة من بنك الإسكندرية، حسب جدول برامج التمويل لشهر يونيو الجاري اللي منشور على الموقع الرسمي للبنك، يمكن للعملاء الحصول على التمويل بدون دفعة مقدمة وبسعر عائد تنافسي بالإضافة لتأمين على الحياة. طب إيه هي مزايا القرض السيارة من بنك الإسكندرية؟ أولها أن مدة التمويل أو القرض زي ما قلنا بتوصل لـ8 سنين، وبيوصل قيمة القرض لـ2 مليون جنيه حسب فئة العميل والشريحة. كمان نسبة التمويل بتوصل لـ100% من قيمة السيارة، يعني مش هتدفع جنيه من جيبك. وبالنسبة لشروط الحصول على قرض السيارة من بنك الإسكندرية فهي شروط ميسرة، يعني بالنسبة للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر الراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة، ما يقلش عمر العميل عن 21 ولا يزيد عن 65، وتكون مدة الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر مستمرة. أما المستندات المطلوبة فهي صورة من بطاقة الرقم القومي وخطاب مفردات مرتب وفاتورة مرافق حديثة اللي هي غاز وكهرباء وتليفون، ولا يتعدى تاريخها 3 أشهر، وعرض سعر ساري للسيارة. وبكده بنك الإسكندرية بيقدم لعملائه فرصة الحصول على تمويل مرن وسهل لشراء السيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة. من قرض السيارة هنروح للقروض الشخصية، وكتير من الناس وخاصة موظفي القطاع الخاص بيبعتوا يسألوا عن القروض الشخصية بضمان المرتب أو من غير من البنوك وتفاصيل القروض دي. وكتير من البنوك بتقدم الحقيقة أنواع مختلفة من القروض الشخصية لموظفي القطاع الخاص، ومنها قروض دون ضمان تحويل مرتب، حيث يقدم بنك التعمير والإسكان قروض شخصية للعاملين في القطاع الخاص من دون ضمان تحويل مرتب. أول حاجة معانا قرض موظفي القطاع الخاص بدون تحويل مرتب في بنك التعمير والإسكان. بخصوص تفاصيل القرض ده، فبتوصل نسبة الفايدة على القرض لـ25% متناقصة، تعادل 10.57 فايدة ثابتة. كما البنك بيديك القرض بدون تحويل راتب، وبتوصل فترة السداد لـ5 سنين، وبتبدأ قيمة القرض من 15000 جنيه لغاية 500000 جنيه، بيشترط البنك لا يقل راتب الموظف عن 1500 جنيه. وبنك القاهرة بتوصل نسبة الفايدة على القرض لـ22% متناقصة، وبتتعادل عند 12.5% فايدة ثابتة. وبعد بنك القاهرة القرض لموظفي القطاع الخاص دون ضمان تحويل مرتب، وبتوصل مدة سداد القرض لنحو 6 سنين، وبتتراوح قيمة القرض بين 1000 لـ1500000 جنيه. كانت معكم هالة بشيتة من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.